السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. النوم للرخو ولا الذيابة ما يرقدون. اليوم عندنا جولة جديدة، أنشطة بحرية على كيفكم. هذه باصات الشركات السياحية وصلت تأخذ الناس اللي طالعين يسوون فعاليات الأنشطة، اللي رايحين رافتينج واللي طالعين جزيرة جيمس بوند مثلي. كثير الناس اللي يسوون أنشطة، شوف الباصات تحمل تمر على الفنادق وتأخذ الناس المشاركين في الفعاليات والأنشطة، ودك تسوي مغامرات إذا جيت هنا. السلام عليكم، صباح الخير من جديد. بعد ساعة كاملة من جزيرة فوكيت وصلنا إلى المنطقة اللي راح نزورها، اللي هي جزيرة جيمس بوند. جزيرة جيمس بوند هذه إحدى المعالم السياحية الشهيرة في جزيرة فوكيت. كثير من السواح يجون هنا يستمتعون بالأجواء والمناظر. الممثل جيمس بوند عمل أحد أفلامه في هذه الجزيرة وسميت بهذا الاسم من عام 1974، متعارفة عند أهل تايلاند وعند السواح بهذا الاسم. يجهزون الباخرة، هلا والله، يجهزون الباخرة من خيرات الله، كتر خير الله، ما شاء الله. كويس انهم كثرين سترة النجاة عشان الامير ما يغرق. تخيلوا غرق اميركم في 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 تايلاند، انا العظيم يفضحونكم العربان. هذا قسم الضيافة في السفينة. بدأ يزدحم المركب. اشترينا هذا للجوال عشان المطر وعشان البحر. الآن أنا شريت واحد من فيتنام، بس إني نسيته في جدة ما جبته. بعد ما انتظرنا تقريبا نصف ساعة ننتظر تجمع السواح، الآن بدأ ينطلق فينا القارب إلى الجزيرة، وهذول ربعنا كلهم اللي راح ننتقل نحن وياهم إلى جزيرة جيمس. تبعثوني العمر مش بعزاءه، الواحد يخاف على عمره يغرق ولا شيء، لكني الحوت المشكلة. يعني اشرح لنا جدول زيارتنا ورحلتنا اليوم. يعلمني، يقول ترى بنروح كذا وبنروح كذا، ما قصر. سبحان الله، اتس جود والله. لو تشوف الصخور هذه في وسط البحر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. وصلنا الان الى جزيرة جيمس بوند. ممكن تكتبون في جوجل صور جزيرة جيمس بوند، راح تشوفون صور مرة تصوير فظيع. هذا اللي بنركب فيه ينقلنا إلى جزيرة، لأن السفينة اللي حقتنا ما توصل، بيوصلنا بهذا أسرع. يقول الساعة 11:40 دقيقة تجمعون، أقل 40 دقيقة. هذول الجمهور بالأبشر. هذه سفينتنا اللي خليناها متوجهين الآن بالقارب الصغير إلى الجزيرة. من هنا ندخل للجزيرة. والله تجي في هالجزيرة وتعيش. تنحاش على الناس سجتها. ما شاء الله تبارك الله، جو جميل وأجواء عليلة خاصة مع الغيوم. السواح مالينا منطقة الحين. في ناس يجون بالطراد السريع هذا وينزلهم مباشرة على الجزيرة، ما يحتاج يبدلون قارب وينزلون من سفينة. هذا أسرع. سلام، بدأت ترش الآن. ونبي نركب قاربنا نرجع، هذه دفعة نازلة. شوفونا المطر اللي ما تشوفونه يا مسلمين. الله عزونا هالبوفيه. الله يعطيهم العافية. خلينا هالجزيرة. وصلنا إلى النشاط الثاني من الأنشطة. يحذفوننا هنا في البحر، يقول الله دبر نفسك. طبعا نركب شو اسمه الموزة هذه، اسمها الموزة ولا شو اسمها، ونجدف حتى نوصل الى الصخور هناك. لا والله اللي غرق الامير يجيب ويستر. عبى عبى هواء عشان ما غرق. ايه ملي ملي فل. وين؟ يلا يلا دفه دفه دفه. المهم ما يكون بالطويلة، ونحن نركب هالموزة. انت
تصبح بنا يا استاذ لا ننتفي. اي والله ما شاء الله تبارك الله. ايوه ساعه الصدر يا ما شاء الله يا عبد الله. ايوه يا سلام لك شو هالاجواء الحلوه صراحه شيء يفتح النفس. هم وحنا نجي ندخل مع النفق. يا سلام ترفع راسك يقش راسك هالضلع قصدي الجبل. يا سلام شو رايكم بس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذا نفق أكبر. يا سلام ما شاء الله تبارك الله صراحة جو جميل وعليل. سبحان الله اللي خلق هالمكان. شوفوا سبحان الله النفس ترتاح للأماكن الجميلة فما بالكم الجنة. يا ربي الجنة يا ربي. ورجعنا للسفينة حقتنا بعد الجولة الجميلة. شوفوا هذول كلهم سياح من جميع دول العالم مستمتعين حتى انا. يا رب ما هذا الجمال. ايش رايكم بس شيء يفتح النفس ما شاء الله تبارك الله. الان وصلنا الى النشاط الرابع مثل الثالث من الفضولي وبندوج. يلا يلا ينادوني يذيب يذيب ترى انا عارفني هذا. هذول اخوانا نازلين سبقناهم حنا معول الشوط على المطرجانه يصب. تشوفونه تشوفون المطر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على هالجو ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ما شاء الله بسرعة بسرعة المطر جانا المطر غرقنا. سرعة 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 يا مدير. عزالله اني ما خسرت العشرة ريال اليوم من اني شريت ايش اسمه الباسة حقت المطر. تشوفون المطر شوف تشوفون المطر يا مسلمين ما شاء الله تشوفون المطر ما شاء الله تبارك الله. طب الان بدخل من هنا داخل مغارات وكهوف. شوف هذول كلهم ملبقين مواترهم هنا. الان داخلين المغارات والكهف. كشف هنا يا اديب. هو اسمه اديب وانا اسمي ديب. تشوفون يا سلام هاي مغارة مليانة مويه. كشف هنا خلنا نشوف. يا سلام شوفوا المغارة شوفون المغارة شوف هذه مليانة مويه. الان ندخل ندخل لازم ندنق عشان نطلع من الجهة الثانية. طلعنا في المغارة من الجهة الثانية وما شاء الله تمطر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك. يا سلام والله شوف غصان الشجر هذه. شوف شجر نابت سبحان اللي خلقها. طبعا احنا الان داخل بين الصخور يعني لو ما في هاي الكهف هذا المغارة اللي احنا دخلنا معها ما يجونها غير بالطيارات بالباراشوت ينزلون لها نزول من فوق. سبحان الله المنطقة هذه ما يعرفها طينية يغطس فيها زي الوليد هذا. شوفوا نشب منطقة طينية. شوف نشب ندخل مع الغار هذا ونطلع من المنطقة هذه اللي احنا فيها. منطقة جميلة جدا. الآن نغادر. سبحان الله غيران وكهوف وسط البحار والمحيطات لا اله الا الله. ورجعنا من الغار الكهف الى السفينه حقتنا. كانت جوله ممتعه استمتعنا. يا ما شاء الله تبارك الله. هذا ما ادري ايش باقي من البرامج. يلا اخوانا راجعين بعد ما خلصوا من الزياره باذن الله. يلا يلا حمل حمل خلينا نروح اللي بعده. شوفوا الاخوت السريعه ذيك اللي وقفت احس ما فيها متعه. يجرون يوقفوا ينزلوا على رجلينهم لكن حنا نركب شو اسمه هذه ما ادري شو اسمه الموزه وتمتع نروح نتحرك ونجدف لين نوصل. تحس انك تستمتع تحس بمتعه اكثر وحركه اكثر ولا ايش رايكم انتم؟ هذول جروب ثاني تو وصلوا الان قاعدين ينزلون. شوفوا كيف ينزلون بسرعه طق 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 وركبوا طق 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 وشالوا. يا سلام بعدين ما شاء الله متوفر الشاهي والبيبسي والمويه كل شوي
ونروح نجي نلقاهم جاهزين لنا كل شيء، حتى الاكل قبل شوي لقينا الغداء. نعم يا ربي لك الحمد. الان جينا لاسوء فقره في الرحله، يقول هنا فقره السباحه، اللي يبغى يسبح ينزل يسبح. ليش الاحراج يا اخي؟ تعرفون في ناس ترى ما يعرفون يسبحون، يغرق في شبر ميه على قول المصاري. والله انها فكره طيبه، الان بينزلون ربعنا يسبحون السباحين، واللي مثلي وشرواي يقعدون يتقهون يصورون. والله قاموا يحذفون انفسهم. طيب واحنا اللي ما نعرف نسبح كيف نحذف انفسنا؟ المشكله اخويانا قاموا يسبحون، احنا من يوم الصغار ما تعلمنا السباحه. صبق هواء يلا حيهم اقلطوا على عشاء الغداء، اخرتها ما نعرف نسبح. شوف هذا بيطب هو زوجته، فهي تقول الطب قبلي، هو يقول لها انت، هو يقول السيدات سادتي، السيدات اولا. في شكلها بتخليه يطب بترجع ما هو طاب. هذا ينضرب المثل مدام يقولوا سيداتي سادتي، مدري سادتي سيداتي، لا سيداتي سادتي. جاء المثل على هذا شو؟ هو انا عارف انها خبيثه ما بنازله قبله، يعرف حركات الحريم. يلا طب انا يضحك، انا معلمك يا مهبول، لا طب قبلها. شوف خلته والله، انا ودي اطلعها بس انها لابسه من غير هدوم. معلمك انا معلمك والله، تسحب عليك بس اقعد. الله يسعدهم والله ما قصروا بالضيافه. ثانك يو، خليني اخذ اثنين شك. ثانك يو، اتمنى انكم استمتعتوا في جولتنا الى جزيره جيمس بوند. استغرقت الرحله تقريبا 6 ساعات، ونضيف لها ساعتين، ساعه ذهاب وساعه اياب، 8 ساعات. طبعا يسالون عن الاسعار، الاسعار تختلف من مكتب الى مكتب، تبدا اسعارها من 1300 بات الى 1500 بات، لكن الافضل انتظروها اليومين الجايه. ابى احط لكم كل شيء، راح احط لكم العروض السياحيه، راح احط لكم الباكيجات والاشياء اللي تحتاجونها في تايلند، سواء سياحيه او علاجيه. عسى الله يوفقنا واياكم. لكم في احلى من هيك؟ والله ما في. يا عمري يا ربي يا ويل حالي، ان شاء الله تبارك. وش خانت العمر والايام من دونك، وش خانت الدمع وذاكره قلبي ومعانات عليك، ببكي على الاطلال مظنونك، لو كان دمع تكتب لي مسراتي. رجعنا للفندق بعد ان انتهت جولتنا هذا اليوم في جزيره جيمس بوند، وتابعونا بكره ان شاء الله في تغطيه، واليوم في تغطيه مسائيه. بعد ما ريحنا في فندقنا اسمه ديفانا، شوفوا هذا اسمه ديفانا بلازا، صلينا وعيننا خير، قلنا ناخذ جوله مسائيه لان الفندق في السنتر مباشره. شكلي بشتري هالفنيله هذه، شايفين؟ والبسها اللي شوفوا يقول عنده عضلات. ندس الكرش شوي عشان نغري الصبايا. البارح اخذنا بكم جوله في الشارع هذا اللي قلنا فيه المطاعم العربيه، مطعم القاهره ومطعم اليمن السعيد وكذلك. الليله بناخذ بكم جوله هنا، نغير شوبينج اللي هو شو اسمه، اللهم صل على محمد، البسطات والحركات. خبركم تحبون البسطات والقراشيع والقراشيع. بعدين متخصصين هم في السباق. شوف هذا ملح جاهز شوي، بس شيء شوي وشيء قلي. الله اكبر عليك يا عمري. اما شرق اسيا لانها رطوبه، الله يهم منتشره عندهم السراويل هذه، برد يا برد يا عم. الله يهو قطن وسيع وبارد وزين. وهذه للشباب تصلح، على 20 على 25 ريال. هم مشهورين بصناعه الاقمشه الزينه والناعمه والقطنيه. هذا والله اني اشوفه من بعيد احسب انه ورد، طلع كله صوابين. تخصص صوابين صوابين. شوف هذا صابون على شكل شو اسمه خوخ، هذا صابون على شكل ورد. الصوابين اشكال وانواع. هذا السوق الداخلي، وهذا اجواء مقاهي كافيهات جلسات.
هذه المحلات صراحة عندهم الأقمشة والمحلات أغر ودك بس تشتري يا بلاش. نرجع لشارعنا الرئيسي في شاطئ الباتون، ناخذ جولة مسائية فيه، نروح نتعشى ونستانس شوي وننبسط، عشان إن شاء الله بيكون في مطعم اليمن السعيد، مطعم طيب ويمدحونه وقلنا نجرب هالليلة. يا سلام، أول شيء تسويه بغيت أكفى، تمسك الفلفل تصبه تحط ليمون وديها في السليم. يا حبيبي يا أبو يمن، والله شغله ما يختلف في الخليج ولا خارج الخليج. شوفوا الآن في تايلاند، شوفوا كيف، شوف شغل اليمنيين يا عمري، ما شاء الله تبارك الله. إذا جيت هنا في تايلاند لا يفوتكم هالمطعم، ما شاء الله تبارك الله. اليمن السعيد الذي فوكت، النطق الصحيح لها فوكت وليست بوكت. ليش؟ لأن في اللغة الإنجليزية إذا حطيت حرف البي والإتش ورا بعض تنطق فا، كذلك حرف الكي وبعدها إتش ينطق خا مثل خالد. حطوا لكم القاعدة الآن شوفوها، ولا مش كذا يا بتوع الإنجليزي. شوفوا محل كامل حق مساج دورين، بس أسعاره مرة غالية، توصل على 400-500 ريال. هذا الشارع يسمونه شارع جهنم والعياذ بالله، طبعا أنصح بعدم الدخول فيه لا من الشباب ولا من عوائل، في مناظر مش كويسة.